السلام علیکم سامعین، 21 شوال المکرم اور یکم مئی ہے، آج کی خبروں کی شروعات ہے. امام دوحہ قطر قاری امیر عالم قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه